حمراء على القائمة 118 أهلاوية. كابتن سيد أبو حفيظ مدير كرة النادي الأهلي، مبروك يا بيه، دوري وبتفوز مباراة القمة، بتفوز عليه على الزمالك طبعا الخصم العنيد، مليون مبروك. موسم استثنائي للنادي الأهلي، موسم صعب جدا للنادي الأهلي، بس مفيش أحسن من الانتصارات، مفيش أحسن من انتصارات ولاد النادي الأهلي. الحمد لله، الحمد لله طبعا، يعني فوز غالي جدا ومستحق، مستحق والحمد لله رب العالمين. يعني لك ان تتخيل ان الفرقه اللي كانت الناس بتتكلم عليها انها فرق 8 نقط، و8 نقط ده كتير، تنهي هي اللي فرق 8 نقط. الحمد لله طبعا، الحمد لله، يعني مجهود كبير جدا جدا من الجهاز الفني، مجهود كبير جدا من مصر لاسارتي، مجهود كبير جدا من اللعيبه، الجهاز الفني بالكامل، كل الناس اللي كانت موجوده، كل الناس اللي كان عندها ثقه في امكانياتها وقدراتها، كل الناس اللي عندها ثقه في شخصياتها، كل الناس اللي عندها ثقه في النادي الاهلي، كل الجماهير العظيمه اللي موجوده، كل الناس اللي كنت اتمنى يبقى الاستاد طبعا النهارده مقفول على اخره، لكن الحمد لله رب العالمين لعبنا مباراه تكتيكيه على اعلى مستوى، احترمنا نادي الزمالك وبنحترمه دايما وكل حاجه، لكن الحمد لله على كل شيء شخصيه الاهلي. جبت الثقه اللي الاهلي هياخد الدوري منين؟ الناس كلها قالت الاهلي بعيد عن الدوري السنه دي، ويمكن في اهلاويه كتيره خافوا فعلا، لكن جبت الثقه دي منين يا كابتن سيد؟ الثقه دي كانت عندك منين اللي الاهلي هياخد الدوري؟ قلت المره اللي فاتت من شخصيه الاهلي، من كيان الاهلي، من تاريخ الاهلي، انا فارق 8 نقط دلوقتي الحمد لله، فضل من ربنا سبحانه وتعالى يعني، لكن مش هعمل زي غيري، مش هعمل زي غيري ابدا، لا بالعكس، بنحترم الناس وبنقدرها، يعني مش هعمل زي الناس اللي اتكلمت وقللت من شان الاخرين، لا، احنا بنكبر ومن قيمه ومكانه نادي الزمالك. عندنا ايام راحه او 4 ايام راحه في الفتره اللي جايه، بعد كده هنشوف هنعمل ايه في احتفالاتنا، مهم جدا 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 اسر الناس اللعيبه والجهاز الفني باولادهم، يكون حفله داخليه داخل الفريق الاول، وهنشوف اداره النادي هتعمل لنا حفله تستاهل دوري عظيم ودوري كبير ودوري تاريخي زي ده بالشكل المناسب يعني، وبعد كده هنفكر في مشوارنا اللي جاي في افريقيا طبعا، هنلعب فرقه اسمها اطلع بره ان شاء الله الرحمن، ربنا يكون، مش عايز اقلل من حد طبعا، لكن في النهايه انت هتقابل مجهول ما تعرفش عنه حاجه خالص، لازم تحترمه جدا جدا، تقدره بشكل كويس قوي. هنشوف المباراه هتتلعب فين، وان كان البوادر مش عارف هتلعب في العاصمه السودانيه الخرطوم ولا لا، رغم ان هم طبعا من جنوب السودان، عاصمه تانية خالص، لكن او دوله تانية خالص، لكن هنشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. عارف بعد كده عندنا الكاس، دايما دايما الفرق الكبيره والعظيمه واللي ليها تاريخ ما بيبقاش الهدف الاساسي بتاعها الكاس، ما بيبقاش الهدف الاساسي بتاع الكاس، الكاس بطوله لكن مش هي الاساس دايما في الفرق الكبيره، مش هتلاقي الفرق العظيمه على مستوى العالم يعني بتهتم بالكاس بشكل كبير قوي، لكن احنا مش معنى كده ان احنا مش هنهتم بيه، لكن هنكون حريصين جدا جدا على نحقق الثنائيه. لك ان تتخيل ان الناس بتوصف النادي الاهلي او بتوصف موسم النادي الاهلي ده ان هو من اصعب المواسم على النادي الاهلي، وهو جايب 80 نقطه، 80 نقطة، يعني هي رقم على فكرة، مش مسألة أقوال، 80 نقطة والناس بتوصفه بأصعب المواسم. الحمد لله طبعا على كل شيء، هنركز في اللي جاي، هنرتاح، هنفرح لحقنا تمام، سواء كان من إدارة النادي أو من الجماهير العظيمة أو من اللاعبين، وبعدين هنركز في أفريقيا، وبعد كده هنشوف مشوار الكاس بإذن الله. شكرا يا بيه، شكرا كابتن إسلام، ده كان لقائنا. كابتن طارق سليمان، يمكن احنا